العسكرية دائما وبمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. استقبل الفريق أحمد قيد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائد القوات الأمريكية لإفريقيا أفريكوم الفريق أول ويليام وارد. فبعد تحية العلم الوطني استعرض رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة الفريق الأول الضيف تشكيلة من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية. وهذا قبل أن يصافح الفريق أول ويليام وارد كبار الضباط الألوية والعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي الذين كانوا في استقبالها. لتنطلق بعد ذلك المحادثات الثنائية حيث تطرق خلالها الطرفان إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهذا قبل جلسة العمل التي توسعت إلى وفدي البلدين حيث شملت ضباطا برتبة لواء وعميد بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى الجزائر. وفي الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية. وهذا قبل أن يوقع قائد القوات الأمريكية لإفريقيا أفريكوم الفريق أول ويليام وارد على السجل الذهبي لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. قائد القوات الأمريكية لإفريقيا أفريكوم الفريق أول ويليام وارد قام أيضا بزيارة إلى المتحف المركزي للجيش حيث تلقى شروحات حول تاريخ وبطولات الشعب الجزائري وأهم مراحل تاريخ الجزائر ليوقع بعدها على السجل الذهبي للمتحف ويتلقى هدايا رمزية. كما كانت لحرم قائد القوات الأمريكية السيدة جيس وارد زيارة إلى مركز فورام ببنطلحة وجمعية أمل الأطفال ببوزرعة التي تتكفل بالأطفال المعوقين. السيدة جيس توقفت عند النشاطات التي يقوم بها هؤلاء الأطفال وعجبت بظروف التكفل بهم كما قدمت بعض الهدايا الرمزية لصالحهم. We'll be right back.